تعز تقاوم وعلى حريتها لن تساوم، منطقا يؤكده هؤلاء الرجال الذين يحرسون تخوم المدينة ويتعاملون كل يوم مع عدو يائس يقتل بلا تمييز ويمعن أكثر في إيذاء المدنيين واستهدافهم. لا شيء يفوت هؤلاء المقاومين، فالرصد على مدار الساعة والرد دائما يأتي بقوة الهجوم. هذا هو ديدن المواجهات اليومية مع ميليشيا تشعر أنها انهزمت رغم كل ما تلقيه من القذائف والرصاص على رؤوس المدنيين ومساكنهم ومشافيهم. جبل جرة كان مسرحا لمعركة عنيفة، حيث تمكن مقاتل المقاومة من دحر هجوم كبير نفذته ميليشيا المخلوع صالح والحوثي بمختلف أنواع الأسلحة، ليبقى هذا الجبل شاهدا على شجاعة هؤلاء الرجال وإقدامهم. حالة استنفار لا تتوقف في هذه المدينة، فمهمة دحر القتلة لم تنتهي بعد، ومدد هؤلاء المقاتلين هو القليل من السلاح والكثير من العزم واليقين بعدالة القضية. الاستعداد لمعركة الحسم هو جزء من روتين يومي يعيشه المقاتلون هنا على مشارف الجبهة الشمالية الشرقية لمدينة تعز. عزيمتنا قوية وسننتصر إن شاء الله، ونحن الآن في موقع تبت الشماسي وتحتنا الأربعين والقصر والأمن المركزي، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله عم غريب مستعدين وجاهزين إن شاء الله في أقرب وقت. يصحو المدنيون بشكل يومي على بقايا قصف استهدف منازلهم، لكن إرادتهم في البقاء هي من يمنح هذه المدينة القدرة على الصمود في وجه أعدائها الذين اعتقدوا ذات يوم أن تركيعها أسهل من شربة ماء. في ريف تعز، حيث يحاول المتمردون توسيع نطاق المواجهة، تستعر جبهة حيفان كآخر الجبهات المفتوحة أمام معركة تحرير تعز. في هذه المنطقة تتقدم المقاومة مسنودة بالجيش الوطني وتستعيد جبل القلة، وتدور مواجهة في جبل ضبي حيفان. وفشل حتى الآن في مساعي المتمردين للالتفاف على جبهة الشريقة، هناك حيث تمكن الجيش الوطني والمقاومة من استعادة معظم التباب التي تطل على منطقة النفق، وسط أنباء عن تقدم مستمر للمقاومة باتجاه الراحلة.